لازم الاقي بنزين. يلا بينا. كده كفايه. ديكن سان جون سمعني، عندنا مهمه ليك عند بحيره بيسفول كوبلند. ايوه تمام. انا جاي لك سان جون. حول هاي. انت ما بتردش على سلكي. ايوه. ما اعرفش كنت. اوه استنى. لا انا تمام تمام، بس بحاول اهدى فهمني. انت سخن. دماغي هتضرب مني. ده انت مولع. لا 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 انا بس تعبان شويه. طيب خليك هنا استريح وانا هفكر في حاجه. انا مش بحب حد يطبطب عليا، انا كويس. أعرف. يلا 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 فكر. يلا تعال هنا هوريك اللي بدور عليه. لقيتيها. طيب ركز هنا شوية. أنا مركز. طيب بص، الزهرة اللي قدامك دي اسمها نبات الدرم. لافندر؟ بس أنا لسه بسدد فلوس دراستي فهسميها بالاسم العلمي وانت سميها الاسم. أيوة هستفيدي بالفلوس. يلا. طيب يلا هات إيدك. شوف، مفروض تحط إيد واحدة حوالين الزهرة. طيب. وتحط إيدك التانية على ساق الزهرة. ماشي كده بالظبط، وشدها بالراحة وببطء. عارفة أنا قطفت أعشاب قبل كده. معلش بعد إذنك، بس دي مش أعشاب، بالراحة شوية. بس مع الضغط. أيوة بس مش جامد. أيوة مستعد. يلا عملتها كويس جدا. وريحتها طلعت مش حلوة قوي. طيب خليها معاك وأنا هروح أجمع تاني. طيب ليه اللافندر؟ الرجالة في المختبر متحمسين قوي، هم مقتنعين ان عندهم الفصيلة الفرعية اللي ادت لتشويه مادة المونوتربونويد اللي بينتج اللينالول المعدل. و ده فعلا خبر. شكرا يا اينشتاين، شكرا ليك. اسفة، في مادة كيميائية ممكن نستخدمها في دواء جديد علشان المصابين بالحروق. في بلدي العقاقير اللي بنستعملها هي اللي بندخنها. بصي بوزر يعرف راجل عنده مزرعة، هي على بعد 3 أميال على الطريق. عظيم، هينتهي الحال بيك انت وبوزر في السجن. بتعملوا تاني ايه هنا بقى؟ سلاح كيميائي او دمار شامل؟ لا 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 لا، طيب على الاقل مش انا. بجد؟ ده موجود في العقد بتاعي، ما ينفعش اي بحث بعمله يستخدم لاغراض عسكرية. بص في اكتر هنا. استني بطلي. يلا الميه هتبقى حلوه. ايوه ثانيه ثانيه ثانيه. ايه المشكله؟ انا بس عايز اقولك حاجه. بجد في ايه؟ دي قصه طويله. طيب عادي ممكن نتمشى، انا بحب اتمشى. طيب ليه ما تكلمينيش شويه عن زرعك؟ بجد؟ طيب أصلاً النوع ده يعتبر عادة خارجي. عايزاني أسأل؟ معناها ليس محلياً لهذه المنطقة. أشكر أوغدن على كده. مين؟ يا خبر أنا سألتك. بيتر سكين أوغدن،
أول مكتشف ينجح في الجزء ده من ولاية أوريغون. اشترى هو وشوية المستكشفين الأوائل كل الأعشاب الطبية والنباتات معاهم. شوية ماتوا وشوية بيطلعوا هنا. دلوقتي في الأغلب على شط البحيرات والبرك. أول مستكشف أبيض. واو، بص لنفسك، بتستخدم كلام مش عنصري. ما تصدقيش أي أفكار عادية عن اللي بيسوقوا موتوسيكلات. إحنا جذابين قوي. أكيد في شوية سمر البشرة في نادي الموتوسيكلات، وفي واحد معه عضوية كاملة. أنا ما يتهيأليش شفت ناس ببشرة مش بيضة من ساعة ما وصلت للمكان المنعزل الصغير ده. أيوة، في الحقيقة جاك جاب ناس بالأوتوبيس من ساكرامنتو بس علشان خاطر يضايق أعدائنا. فعلاً؟ لا ما عملش، بهزر. جيرسي ده صاحبي، هديله الإشارة بنفسي. خدمنا سوا في نفس الوحدة. حاولي تيجي النادي وأنا هفسحك هناك، هتحبي الراجل قوي. دمه خفيف وبيعمل مشروب مارجريتا مفيش زيه. طيب لازم أبقى في المختبر يوم الاثنين بدري، ف هرجع البيت الساعة 10. أوعدك بده. إزاي أقدر أرفض حاجة زي دي؟ تمام، ممكن تقطف حبة دلوقتي. لافندر؟ عايزاني أقطف اللافندر؟ أيوة، هاتلي 3 نباتات وما تموتهمش. أوه، هقتلهم. فعلا؟ أيوة، قطفت واحدة. تمام جدا. هي دي؟ أيوة، كمل. آخر واحدة. هايل، هاتها هنا. دي عشان واو، واضح ان لسه في رجاله ذوق في فيرويل. ما لو مش كده يبقى انا ما قتلتوش. خلي بالك. ايه ده، هي دي اللي هنشربها بعدين؟ لا، هنعمل حاجه تتشرب. انا بعمل بيها شاي عظيم. اراهنك. ثانيه. طيب لو جيت لي انا هعمل لك شويه طالما انت هتوصلني للبيت. طيب عظيم، هتنبهر بموهبتي. وهجيب لنفسي مشروب وانا جاي لك بقى. آسف أنا متلخبط شوية، أنت قلت حاجة؟ هو في حاجة عرفتها من سارة من سنين عدت قبل. أيوه طيب، بص، في نبات هنا اسمه اللافندر، بيكون في الظل جنب الأنهار والبحيرات. أنا هروح أشوف لو هعرف ألاقيه. اسمع، بسبب الألم اللي في دراعي أنا مستعد أجرب أي حاجة، بس هاتلي سجاير أشربها. أيا كان، أنا هلاقي النبات وأعمل منه دواء للحروق، وأنت ما تتكلمش خالص في الموضوع. ايوه تمام، اسف يا صاحبي، انا بس خلاص قربت اتكلم. ما تقلقش يا جوز مان، هنتجه للشمال، اوعدك، وما تستناش اكتر من كده. ماني؟ ايوه انتهى. يلا يلا يلا.
عارف انتوا بتعملوا ايه هنا شوية سفلة. لازم اخلي المعسكر، في هنا شوية مجرمين وحرامية ومش ممكن اسيب اي حد منهم يهرب. فكرة احسن. عرفوا اللي ضربهم. رجاله جايين. مسكتك دلوقتي. واحد فاضل قد ايه يا ترى؟ ها هلا في حد هنا بالظبط. واحد مصاب. ضربوا. مسكتك. اتحرك اتحرك. يلا احنا نقلع. انا هرجع احمين يا احمين. ها دي وقعتهم فيها. ها تاني. هجيبك دلوقتي يا سافل انت. دي فاضية. مين ده؟
الحال انت؟ قنبله معسكر امان اساس عامل ازاي دلوقتي؟ ها دوت اللي بتعمله بغيركم ها صح؟ ايوه. يا ترى كان عندهم ملاذ قريب من هنا؟ راهن ان عندهم واحد باب وراني. ايوه اهو هنا. حاجة مفيدة جدا، خريطة وكلها علامات حلوة. أوي متهيألي مش هيحتاجوها تاني خالص. هاي بوزر. مش ممكن. حاجة تضحك. أنا كنت بفتكر من كام سنة رحت مع سارة البير كريك، كنا بنقطف اللافندر علمتني أعمل كريم يعالج الحروق. بص أنا خرجت النهاردة ماشي، وبصيت على الجبل وشلت كام فخ. بص دراعي أحسن من الأول. ماشي طيب، أنا بس هسيبه هنا. استنى استنى، اديني يومين بس. ماشي بس هنروح للشمال ونخرج من المكان القذر ده. اكيد. ايوه انت معايا؟ افتحوا البوابه. ايوه هنا. ايه الاخبار؟ هجمونا بقوه. الممزقين عملوا كده عشرات منهم او يمكن اكتر. انك احسن. ممزقين اندال. دي البنت اللي كنت قلقان منها. ايوه ليسا. استنى، ايه اللي حصل؟ فين ليسا؟ اختفت، خدوها مع ثلاثه تانيين. الكاي مشي وراهم على قد ما قدر، بس هم مستخبيين في فتحه بركان بيلناب، وجه تاني عشان يجمع رجاله اكتر. مش ممكن. تمام، بص انا شفت اللي بيعملوه الاندال دول في الرهاين. انا مش هستنى. لا اهلا، ايه الاخبار جيزي؟ معقول انت كنت مشغول؟ طيب مع السلامة، اشوفك.
هديك. كويس، معايا حاجات ممكن تهمك. أيوة، ما تعتمدش على كده يا كوب، أنا مشغول. مشغول عن إنك تسمع عن معسكر الممزقين هنا في الشلالات البرية؟ الممزقين هنا فوق؟ فين؟ كنت فاكرك هتهتم. سمعت إنهم ضربوك أنت وبوزر. في الواقع ما بقيتش أشوف بوزر كتير، مش كده؟ فين يا كوب؟ عند المروج المتفرقة. فلاك أنت عارفها صح؟ شافتهم أول واحدة، عدت على معسكرهم وهي بتجيب أكل. ما تقلقش، أنا هتصرف معاهم. مبسوطة قوي. عايز أي حاجة؟ الأخبار؟ عندك حاجة عايز تقولها؟ ممكن أملأ لك بنزين لو محتاجه.